ابن رشد هو محمد وليد أحمد بن رشد الأندلسي المعروف بابن رشد. عالم مسلم من أسرة عرفت بالعلم والجاه، ويشاع أن الفلسفة الإسلامية انتهت بوفاته. اسمه باللاتينية أفيروس. ولد في عاصمة الفكر الإسلامي قرطبة في الأندلس، وكان أبوه قاضيا وجده قاضيا، فدرس القانون. يعد ابن رشد في حقيقة الأمر ظاهرة علمية مسلمة متعددة التخصصات، فهو فقيه مالكي، وهو قاضي القضاة في زمانه، طبيب تفوق على أساتذته، حتى أن أستاذه ابن زهر قال عنه: ابن رشد أعظم طبيب بعد جالينوس. كان فيلسوفا عقلانيا، وكان أيضا مترجما لأعمال أرسطو، وهو فلكي ذو أعمال جليلة في المضمار، وهو نفسه المتكلم الذي تصدى لنقد المتكلمين باسم توافق المعقول والمنقول، وعلى رأسهم الإمام الغزالي. يعد ابن رشد من أهم فلاسفة الإسلام، دافع عن الفلسفة، وصحح علماء وفلاسفة سابقين له في فهم بعض نظريات أفلاطون وأرسطو كابن سينا والفارابي. درس الكلام والفقه والشعر والطب والرياضيات والفلك والفلسفة. تولى ابن رشد منصب القضاء في أشبيلية، وأقبل على تفسير آثار أرسطو تلبية لرغبة الخليفة الموحدي أبي يعقوب يوسف. ثم عاد إلى قرطبة حيث تولى منصب قاضي القضاة. وبعد ذلك بنحو 10 سنوات التحق بالبلاط المراكشي كطبيب الخليفة الخاص. لكن عزوف الخليفة الجديد أبي يوسف يعقوب المنصور عن الفلاسفة ناهيك عن دسائس الأعداء والحاقدين، جعل المنصور يعزل ابن رشد قاضي القضاة وطبيبه، ويتهمه مع ثلة من مبغضيه بالكفر والضلال، ثم يبعده إلى أليسانا، ولم يتورع عن حرق جميع مؤلفاته الفلسفية، وحظر الفلسفة والعلوم جملة. وبعد أكل النيران لعصارة فكر ابن رشد إثر سخط الخليفة واتهامه بالمروق وزيغه عن دروب الحق والهداية، عاد الخليفة فرضي عن ابن رشد وألحقه ببلاطه، ولكن كليهما توفيا في العام ذاته في مراكش